لان الفريق حقيقه راكو تشوفوا نتوما وحدكم راكو تشوفوا يسحق يدي كل عام لقب او لقبين. هذا فريق محتوم عليه يدي القاب، قادروا يدي القاب، فريق كبير يلعب على الالقاب، ما يقدرش يلعب على امور اخرى. الحمد لله اليوم قدروا هاد اللاعبين يرفعوا التحدي ويقدموا هديه لهذا الشعب، هذا الهديه الاولى، وان شاء الله ان شاء الله الى كتب ربي المكتوب يزيدوا يقدموا له هدايا اخرى في المستقبل.